المعار من زد يلعب لغالي، غالي مع كورة يرجع للجزار، غزن المحلة على طول أمامية، الرأسية من رجب مارو لعبد يحيى، انطلاقة انطلاقة، أول أهداف اللقاء، أون جول أون جول، الله يا ولد يا لعيب، لا قوة إيه، الله بحث عن الحرارة فأتى الهدف بسرعة بلا حدود لغزل المحلة، لا روعة إيه وجمال إيه، عبد يحيى الله الله عليك يا ولد يا لعيب، ولكن خطأ دفاعي إيه وروعة إيه، الجزار في البداية شتت، رجب مارو بتحضير براسية في دار الدفاع، يعاني الاتصالات، الحرارة الحرارة قطعت في الدفاع، وعلى طول عبد يحيى يغلط الدفاع يا ولد يا لعيب، بعد ما تخبط في حسام احمد يسجل منها كورة، يسجل منها هدف اول لزعيم الفلاحين، غزل المحلة بكبريائه بتاريخه باسمه الكبير، الله على اول اهداف اللقاء، مشاهدينا متابعينا عبر شاشة اون تايم سبورتس، اول اهداف اللقاء مع مطلع وبداية شوط اللقاء الثاني، القصة والحدوتة والبداية من راسية رجب مارو بعد تمريرة الجزار، رجب مارو المحطة واللاعب الهجام المهاجم المتميز، تابع للمحلة ولكن حضرت الخطورة الكاملة بل الإبداع والإقناع من رميات التماس، عزيزي المشاهد مرة ثانية تحضير داخل منطقة الجزاء، الثاني 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 الثاني، الله جول جول، خالد الإخميمي، أي إبداع يا ولد، أي إقناع يا ولد، الله غزل المحلة، أصلا أنا غاوي أنا غاوي، غزل المحلة يسجل الهدف الثاني عن طريق خالد الإخميمي، أي فرحة وأي قوة لغزل المحلة، أي إبداع وأي إقناع يا ولد يا لعيب، لكن أي تمريرة وأي صناعة هدف، توهان توهان لدفاع الاتصالات، حرارة اللقاء تشتعل لصالح غزل المحلة، زعيم الفلاحين يعلنها بالجول الثاني بالهدف الثاني، أي فرحة لأبناء المحلة، أي قوة لغزل